الاستاذ هشام غازي المحامي والرئيس الوطني للمنظمه المغربيه لحمايه المال العام هنا اليوم بمدينه الدار البيضاء وخصوصا بمنطقه المعارف من اجل تاسيس المكتب الجهوي للمنظمه المغربيه لحمايه المال العام جهه الدار البيضاء ستات، حيث تم الجمع العام وتم اختيار السيد عبد الحكيم بوخليفي كرئيس المكتب الجهوي وكلف بتشكيل المكتب واختيار التشكيلة التي ستسانده في هذه المهمة، وهي تكليف وليس تشريف قدر ما هي مهمة جسيمة. كما تعلمون أن مدينة الدار البيضاء وما أدرك ما جهة الدار البيضاء ستات وخصوصا الدار البيضاء، هناك مجموعة من الملفات ومجموعة من القضايا التي تتعلق بنهب المال العام، وكذلك أن تواجد المحكمة الجهوية للأموال بمدينة الدار البيضاء يحيل على جميع ملفات الجهة وكذلك جهات أخرى تحال ملفاتها على المحكمة ديال الدار البيضاء. كنتمنوا التوفيق لهذه المكتب هذا اللي غادي يمشي على النهج الذي ينهجه المكتب التنفيذي للمنظمة، وهو الدفاع عن المال العام ومحاربة نائبي المال العام وتتبعهم وتقديم الشكايات بكل من سولت له نفسه المساس بهذا المال العام. وشكرا. نحن مثل الأخير على ما وقع السي مصطفى الباكوري في إيقافه والمنع من مغادرة التراب الوطني لحدود الساعة. هناك تضارب في الأقوال، هناك من يقول عنده علاقة مع سي دي جي، هناك من علاقة شركة مازي لأن المؤسسة عمومية، ولكن لحدود الساعة احنا كننتظروا هل هناك سيكون هناك تحرك. وحنا من هذا المنبر كنقولوا إذا كان هناك شيء يتعلق بتبديد أو ما اختلاس أو ما شابه ذلك بخصوص المال العام، فحتى تقف الأقاويل يجب إذا كان هناك ملف إحالته على الفرقة الوطنية الاستماع إليه وإحالة الملف على السيد الوكيل العام وكذلك صدقة التحقيق وتمشي المسطرة كما هي، حتى باش نكونوا واضحين اللي ارتكب شي فعل خاصو يعاقب عليه، سواء كان كيفما كان شأنه في هذا البلد هذا، اللي عنده شي حاجة اللي دا شي ريال ديال الشعب يجب أن يحاسب عليه مهما يكون، حتى ويكون اللي كان حتى السي مصطفى الباكوري إذا كان عنده شي حاجة خاص المسطرة القانونية تاخذ مجراها باش نحبسوا هذه الأقاويل كاملة وهذا التضارب في الأقوال. والدفاع عن المال العام وعلى مصلحة المؤسسات ديال هذا البلد هذا، كونوا أعداء من مجموعة من الجهات غتكونوا يعني خصم، غتكونوا يعني خصوم ديال مجموعة من الأطراف.